شوف، مرحب بيك. عليكم السلام يا استاذ. السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ليا طلب كده لو سمحت. اتفضلي. جوزي كان مقدم على قطعة أرض في ايوه صحراء الزراعة من 2009 وعمال يقدم عليها، وكل ما يروح يعني يقولوا ان اول ما تتوفر قطعة أرض نتصل بيك او نكتب رقم تليفونك. ايوه. اخر مرة راح 8/1/2014 عند الباشمهندس هشام فاضل. ايوه. فجهز بعدها بفترة كده بعت له جواب تبع كفو الاجتماع. جواب بخصوص ايه؟ جواب يعني. بخصوص ايه الجواب ده؟ تبع كفو الاجتماع. جه بعد قال له ماما هحاول بأي فرصة كده أوفر قطعة أرض يعني. يعني أنتوا عاوزين قطعة أرض أو مشروع زراعي إن أنتوا تقدروا إن أنتوا تستثمروا فيه تشتغلوا فيه. أفراد يا أستاذ، أربع أولاد وأنا وهو وفي أي مصدر رزق داخلنا. أيوه. طيب إحنا طبعًا أنا عايز بتقولي إيه؟ فعايزين أي مشروع، أي قطعة أرض هيزرعها. حاضر. حاضر. طب وحتى دبلوم الزراعة ليه 15 سنة. معاه دبلوم زراعة. ليه 15 سنة والله، ما فيش أي يعني أي وظيفة كذا وظيفة قدم عليها، ما فيش أي وظيفة جاية. طيب أنا بقول لك إحنا في حلقة غدا إن شاء الله هيبقى في متابعة مع الهيئة العامة للمشروعات التنمية الزراعية بالنسبة للمشاريع المتاحة في الفترة القادمة قريبا، لأن في ضمن المليون فدان اللي هيتم التعامل معاهم مشاريع للشباب، بس هيبقى بنظام مختلف، هيبقى بنظام أسهم، تقدر كل الشباب الخريجين و فرص كتيرة جدا لمعظم الطبقات التعامل مع هذه المشاريع، ولكن تحت مظلة رعاية الدولة، توفير الخدمات بكافة أشكالها علشان يبقى في ضمانة إن شاء الله لنجاح هذه المشاريع. إن شاء الله هيبقى في متابعة ونعلن قريبا عن هذه المشاريع وطرق التقدم إليها. أنا بشكر حضرتك. معانا مين من محافظة كفر الشيخ؟ الحاج هاني من محافظة كفر الشيخ، مرحب بيك. السلام عليكم.